رغم كل ذلك أقول لكم ما سبق أن ذكرته في الإعلام من خطة ماكرة لجر العالم الإسلامي كله إلى معركة سنية شيعية. يبدأ فتيلها من سوريا فلبنان ثم دول المنطقة كلها بما فيها إيران وتركيا لتحطيمهما واستهلاك أموال الخليج لدعم الحرب أو لشراء السلاح من أجل حرب مجنونة ليس فيها منتصر.